عجائب. طبعا نستطيع معرفة عمر هذا البغبغاء من خلال النظر إلى عينه. طبعا البغبغاء بيبدأ أولا، العين تبدأ بالرماد، ثم بعد ذلك يعني لما ننظر إلى عين البغبغاء السنغالي سنجد العين رمادية أو مائلة إلى السواد، فنعرف أن هذا ما زال في مرحلة الشباب أو لم ينضج بعد، يعني لسه صغير. وعندما يبلغ وينضج البغبغاء يتحول لون عينه إلى اللون البرتقالي أو اللون المائل إلى الصفرة. يعني لما ننظر الى عينيه نلاحظ ان عينيه فيها طبعا ايه، زي ما احنا شايفين كده الحدقه، وشايفين ان عينيه ايه، مائله الى الاصفرار. لما نشوف العين مائله الى الاصفرار او البرتقالي نعرف ان هذا البغبغاء قد نضج وقد بلغ. يبلغ هذا البغبغاء عند عمر ثلاث سنوات. طبعا الذكر يبلغ عند عمر 3 سنوات، لكن الانثى تبلغ قبل الذكر، فقد مثلا تبلغ الانثى عند عمر 2. يعني الأنثى دائما في جميع الطيور تبلغ قبل الذكر، والأفضل أن ننتظر حتى تكون الأنثى عندها 3 سنوات. طبعا لما تكون يعني عندها 3 سنوات بيكون الإنتاج أفضل بكتير، فالأفضل أن الذكر لا يقل عن 3 سنوات أو على الأقل حتى 2 و8 شهور، يعني الأفضل أنه يكون أكبر من الأنثى. يعني إحنا بنتكلم الآن أن هذا البغبغاء يعني متشابه جدا مع بغبغاء الدرة الهندي، لأن الدرة الهندي أيضا بتبلغ عند عمر 3 سنوات، والأنثى أيضا عند الدرة الهندي أيضا تبلغ عند 2. طيب أما عن تحديد جنس هذا البغبغاء، التحديد الجنس طبعا إحنا عندنا يعني هذا البغبغاء يعني يعد من الصعوبة بمكان، يعني فهو بغبغاء صعب جدا، يعني لا تجد أي علامة تستطيع أن تفرق بها بين الذكر وبين الأنثى، يعني ما فيش أي حاجة تقريبا إلا التحليل، تحليل الحمض النووي أو تحليل الدي إن إيه، وده طبعا يعني إيه بيدي لك نتيجة بنسبة كبيرة جدا. ده أفضل شيء لتحديد جنس هذا البغبغاء، لأن أنا أجد أن هذا البغبغاء يعني صعب جدا التمييز بين الذكر والأنثى، لكن ما فيش أي طريقة تانية. والله الخبراء في هذا المجال وفي تربية هذا البغبغاء بيقولوا ان ممكن ان احنا لو ان احنا نظرنا الى اسفل الذيل سنجد ان الذكر اسفل الذيل بيكون طبعا اللي هو الشكل 7 زي ما احنا شايفين كده في الصورة، بنشوف لون الذكر بيكون لونه اصفر، لون الذيل من تحت، لون الذيل من تحت بيكون كده على شكل 7 وبيكون فيها صفار، فده بيدي لك ايحاء ان دوت ذكر. اما الانثى فبيكون لون الذيل من تحت بيكون على يعني ايه شكل اخضر زي ما احنا كده شايفين في الصوره. طيب هل المساله ديت يعني قطعيه بنسبه 100%؟ طبعا المساله ديت عمليه يعني ايه، عمليه تقديريه، يعني بتعطيك نتيجه بسيطه، لكن طبعا الوسوسه والشك سيظل ملازم لك، يعني الافضل ان انت تقطع هذا الشك وتقطع الوساوس بان انت تعمل تحليل الدي ان ايه، لان هذه النتيجه طبعا مش مضمونه، طبعا الانواع كلها طبعا بتختلط مع بعضها، ودي مساله يعني ايه ما نقدرش ان احنا نقول ان هي يعني قطعيه، دي مساله يعني ايه اجتهاد، او يعني بنحاول ان احنا يعني نوجد اي شيء يميز لنا الذكر من الانثى، لكن انا شايف ان افضل شيء هو التحليل، تحليل الدي ان ايه. طيب هل هذا البغبغاء عنده القدره على الكلام؟ طبعا هذا البغبغاء طبعا بيتميز بقدرته على نطق بعض الكلمات، طبعا مش هيكون زي بغبغاء مثلا الكاسكو او لا طبعا، انما هو يستطيع التقليد، نعم يستطيع التقليد ويستطيع نطق بعض الكلمات البسيطه زي كلمه بابا، زي كلمه كوكو، اللي هي الكلمات الايه المقاطع البسيطه. طبعا البغبغاء ده بيتميز بذكاء عالي جدا لدرجة أنه هو قد يعدل بغبغاء الزنجباري أو بغبغاء الكاسكو، فهو بغبغاء ذكي جدا، تستطيع أن تقوم بتدريب هذا البغبغاء وتعليمه حركات كثيرة جدا وحيل كثيرة جدا. لا هو بغبغاء يعني إيه كويس جدا، وكمان بغبغاء بيتعلق بصاحبه.